ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل ما يبدا الفيديو ما تنساش تحط لايك وانت كده تشوف القناه وفعل زر الجرس. طبعا هنعمل اوضه كامله باللون الابيض، فيلا بينا نبدا. هندخل على البيت، وطبعا الاوضه اللي كنت عاملاها باللون البنفسجي فهدخل على اللون الابيض. هي صغيره بس ان شاء الله هعملها بحاجات كتير جدا. اول حاجه كده خلصنا وحطينا كل حاجة بيضة هنا. ايه رأيكم يا جماعة؟ ادونا رأيكم في تعليقات وبس كده. باي.